صادرات مصر السلعية الحمد لله الحمد لله، خبر لطيف وظريف ويعجبني. ليه يعجبني؟ أقول لك، لأنه بالحقيقة وبالرقم مصر تسجل 3 مليار و12 مليون دولار صادرات سلعية حلو خلال شهر يناير 2024. طب ليه هو حلو؟ لأنه بيتجاوز نفس ذات الرقم بالدولار في يناير 2023. في الحالة دي لازم نفهم أكتر. المهندس عصام النجار معانا على التليفون، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ أنا بشكرك على المداخلة الجميلة دي، وإن شاء الله نوضح سيادتك كل المشاكل. لا ده إحنا اللي بنشكرك يا فندم وعاوزين نفرح أكتر. قول لنا يا فندم على مسألة زيادة حجم الصادرات السلعية في يناير 2024 عن مثلها في يناير 2023، أبرز هذه الصادرات وأبرز الدول التي تستورد من مصر. هو سيادتك زيادة صادرات يناير 24 هي أزيد من يناير 23 وأزيد من يناير 22. الحمد لله. وده ماشي في نفس السياق بتاع زيادة الصادرات المصرية لعام 23 عن عام 22. يعني عام 23 كان عامل 35 مليار 632، جميل، زيادة عن السنة اللي فاتت رغم الظروف والتحديات اللي فيها الدولة المصرية والعالم كله حاليا. الحمد لله الصادرات في الزيادة كل شهر عن التاني، وان شاء الله هنوصل للرقم اللي بنأمله كدولة مصر بحجم الدولة المصرية يا رب. احنا طبعا اكبر الاسواق اللي هي بيستقبل صادراتنا تركيا، المملكة العربية السعودية، ايطاليا، الامارات، الولايات المتحدة، ليبيا، يعني تنوع ما بين الدول العربية والدول الاوروبية. ده كلها معظم الدول دي اللي مصر عامل معها اتفاقيات تجارية، يعني بدأت مصر حاليا تجني ثمار الاتفاقيات التجارية اللي عاملاها. ان السلعات السلع المصريه بتخش بدون جمارك، فبالتالي بيبقى فيه سعر منافس للسلع المصريه. طبعا القطاعات اللي اكبر القطاعات اللي صدرت زي قطاع المواد البناء مصدر ب 624 مليون دولار، الحصريات الزراعيه عشان موسم الموالح اليومين دول 467 مليون دولار، المنتجات الكيماويه 421 مليون دولار، الصناعات الغذائيه 408 مليون دولار، السلع الهندسيه 356، وهكذا الملابس الجاهزه 258 مليون دولار. فبالتالي كل القطاعات الحمد لله ماشيه في النهج وماشيه في الاتجاه التصاعدي ان شاء الله. طيب ماذا بقى عن الواردات؟ بص يا فندم، الواردات احنا الحمد لله كل ازمه بتخلق فرصه، فبالتالي احنا عندنا الواردات لما قلت الصادرات بتزيد، معنى كده ان حصل توطين لبعض الصناعات داخل مصر ادى الى زياده المكون المحلي، وبالتالي قدرت تصدر المنتج بتاعك بره. ما هو بدون مستلزمات الانتاج مش هتعرف تنتج، مفيش دوله في الدنيا بتنتج كل حاجه 100%، لازم مدخلات عند سيادتك. معنى ان سيادتك الصادرات بتزيد، اذا في توطين حصل لصناعه سيادتك. احنا الحمد لله متواجدين في معظم المعارض اللي بتتم داخل مصر، وبنشوف الساده المصنعين بداوا فعلا ينتجوا حاجات كثيره جدا داخل الدوله المصريه. يعني في قطاع، انا هدي بس مثل صغير جدا، قطاع المنتجات الجلديه والاحذيه اللي هي الحذاء والحزام والمحفظه، القطاع ده مثلا سنه 22 كان بيصدر ب 10 مليون دولار، رقم صغير جدا. السنه اللي فاتت مصدر ب 50 مليون دولار، يعني زادت 5 اضعاف. طب بنصدر لمين بقى المنتجات الجلديه دي؟ سيادتك بنصدر المنتجات الجلديه للدول العربيه والدول الاوروبيه والدول الافريقيه. افريقيا حاليا وزاره التجاره والصناعه حاطه قدامها، يعني احنا دائما وابدا بنقول الدول الافريقيه اللي هي جنوب الصحراء، هي دي الهدف اللي جاي بالنسبه لنا، هي دي. احنا الحمد لله يعني في كل المجالس مع المجالس التصديريه بنشوف مشاكل في افريقيا. كان في مشكله كبيره مع المجالس التصديريه ان المنتجات المصريه عشان تخش اي دوله من دول، اذا كانت دول اوروبيه او دول عربيه، بتبقى عايزه شهاده فحص طبقا نظام الايزو 10025 من معمل معتمد. كان بيضطر المصدر ياخد السلعه دي يوديها حته بره في دول اوروبيه او اي دوله اخرى عشان يفحص، كانت تكلفته عاليه جدا. الحمد لله بتوجهات خط الرئيس ووزاره التجاره والصناعه، احنا الهيئه عندنا مثلا انشات 300 معمل فيهم اكثر من 3100 اختبار معتمد دلوقتي طبقا للاعتماد الدولي. فده حلو. ادى الى توفر الوقت وتوفر الفلوس للمصدر، عرف ينافس بالسلعه بتاعته. طيب انا هسال سؤال يبدو غريب. أدفع. بس لا يعني لامر ما في نفس ابن يعقوب. احنا بنصدر ولا بنستورد صواميل ومسامير؟ بص يا فندم، هو في
مصانع يعني قدرتك غرفه الصناعات المعدنيه عملت حاجه جميله جدا. جابت كل مصنعين المسمار والصاموله. حلو. وجابت كل مستوردين المسمار والصاموله. حلو. وقعدناهم على الترابيزه في اتحاد الصناعات. انت عايز المسمار ده ازاي؟ عمله له زي ما هو عامله. اديني المواصفه. التشبيكه ديت تم توفير عدد كبير جدا من المسمار والصاموله. خدتك المسمار ده يعني تكنولوجيا عاليه، مش اي حد ينتج مسمار بالمواصفات اللي عايزها المنتج طبعا. فبالتالي هو كان محتاجين يقعدوا مع بعض، والحمد لله القعده دي هو ده مش ايه، كل ازمه تخلق فرصه. صح. لما الناس قعدت مع بعضيها بدا المنتج المسمار ينتج طبقا للمواصفه اللي عايزها الراجل. طيب في اطار الصناعات المعدنيه، ادوات الصيانه المنزليه، المفك، الشاكوش، المفتاح الانجليزي، كل الكلام ده الحاجات دي بنعملها عندنا ولا بنستورد؟ يا فندم بنعمل عندنا حاجات كتير جدا. الاجهزه الكهربائيه، ايه رايك سيادتك دلوقتي ان معظم الاجهزه الكهربائيه بتصنع داخل مصر؟ لا دي انا عارفها. انا ليه بسال على كده؟ عشان اقول لحضرتك ايه اللي كان بيدور في ذهني، انه دي نوع من الصناعات اللي هي بتعتبر صناعات مغذيه. دي صناعات ما فيهاش ركود، ما في مصنع اي حاجه الا وهيحتاج مسمار وصامونه. أكيد ما في ورشة ولا مصنع أي حاجة إلا وهيحتاج المفك والمفتاح والرنش وما إلى ذلك. فأنا كل بفكر فيه، طيب أنا علشان أطور صناعتي محتاج الصناعات المغذية الصغيرة البسيطة دي، يعني صناعات معدنية بسيطة بتحتاج مكن مهم لكن الصناعة نفسها ما هياش معقدة. فعشان كده أنا بشجع النوع ده من الصناعات طبعا. وده هو ده اللي كان التجاري شغالين وزاره التجاره والصناعه مع اتحاد الصناعات هذا الموضوع مع جهاز المشروعات الصغيره المتوسطه. سيادتك احنا دائما وابدا على طول في اللقاءات مع جمعيات المستثمرين اللي عاشوا من رمضان، جمعيه بدر، جمعيه اكتوبر، لما بتقعد مع المصنعين تسمع المشاكل تعرف المشكله فين، لان هم يدون في النار. صح صح. فبالتالي لما تقعد مع المعرض، تقعد مع المعارض، تقعد مع الجهاز الزراعيه، مع اتحاد الصناعات، هو ده التواصل اللي تم حاليا داخل وزاره التجاره والصناعه. يا مسهل، متفائل يا فندم؟ ان شاء الله. اكيد طبعا ان شاء الله يا فندم. هنحقق رقم في 24 اجمالي اعلى من 23 ان شاء الله يا فندم. احنا الحمد لله ماشيين في هذا الضرب، وان شاء الله نتقابل في يناير 25 انا وسيادتك، يا رب يكون لنا العمر باذن الله. باذن الله يدي حياتك طول العمر يا رب. ايوه يا فندم. اشكرك يا فندم، كل الشكر ليك. مهندس عصام النجار، رئيس الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات.